نشرب دم كوكوشيبو. أكرا مدادة تتندا كيكيوك كونان ميني ميت تدارغا أنترا غا إكرا غامباتت أوريرا وا إكي نوكورنا. السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. فيديو جديد اليوم، راح نجهز حالنا لقتال الاقمار العليا. قبل ما تخلص على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، واللي مش مشترك بقناتي اشتركوا بقناتي يا اخوان، لايك للمقطع وكومنت حلو مثلكم، وخلونا نبلش. يا حلوين، طبعا انا صار لي فتره قاعد بجهز الحسابات وبجهز الدنيا وبرستيجات، مشان ايش؟ مشان اقاتل الاقمار العليا، اكمل مهمه السياف. فاليوم جبت نفس القمر، نرفع السيف، اشحن مع الشمس. طبعا هذول اصحابي يا اخوان، نفس الشمس صاحب عندي، يعني صديقي المفضل هو، يعني ساعدني كثير شغلات وكثير ناس ساعدتني، والله يخلف عليكم يا اخوان، والله ما حدا قصر منكم. في واحد مع من كمد ومن عائله تراستانجرو، من عائله تراستانجرو سلكوا لي، وفي كمان واحد كان يدخل معي تصوير بس للاسف انه ما دخل. فخلونا نبلش نجهز حالنا، نجيب لحمه، نجيب كم شغله، لانه راح يكون الفايت اسطوري يا اخوان. فخلونا نبلش، اول شيء نجمع شوية مصاري، بعدين نروح لعند جزيرة الهشرة مشان نطور التنفس، لأن التنفس عندي ليفل 5، ما بقدر إن أنا أدخل فايت مع أقمار العليا بدون إنه يكون ليفل 10، لأنه كل شوي أنا شو راح أعمل؟ راح أستخدم الحركات وراح يخلص التنفس معي. فأول إشي خلونا ندور على كاسات، نشوف شو في كاسات هون ولا هون، نلمها ونبيعها مرة واحدة مشان نجيب الكلي. الكلاي ما بعرف اللي هو البوق اللي تتنفس فيه مشان تطور التنفس. طبعا الشباب مش مخليين ولا اشي، ولا اشي مخليين من الكاسات نهائيا. على كل حال، عسيرة القمر انه نحنا نزل عنا تحديث جديد للقمر، فالحركة نزلت، شوفوا يا اخوان هاي هي، طيرهم كلياتهم هيك من حواليك، حلوين. هاي الحركة الجديدة نزلت القمر، وهاي حركة الشمس. المهم يا حلوين، واضح انه ما في كاسات، فانا راح اروح الابيع اللي معاي. استنى شوي، خل فوت على حج هون، غلبك بدي ابيع كل اشي، بدي ابيع اوعيي كمان عادي. I want to sell my trinkets، اللي بدك اياه بيعه. قديش طلعنا؟ بس ياك شركة صفية، بس 360 يا حبيبي. حان الان بتوقيت الاردنية موعد الشحدة. نلم الكاسات من اول وجديد يا اخوان، انه بدنا مصاري، لازم نلم لحمة. فأنا بعرف مكان قدام شوي، يا رب تكون مرسبة فيه بيرفكت كريستال، أو إنه فيها يمكن يكون لممها أصلاً، عرفتوا كيف؟ فراح نحاول نجيب بيرفكت كريستال من غاد، إن شاء الله تكون مرسبة، أو أي جوهرة تجيب لنا 2000 أو 6000، بدنا بيرفكت ضروري، لأنه راح ندخل كمية كبيرة من اللحوم ما شاء الله جوا، تدعيس تدعيس. أنا فوت جوا، واللي بيسألني عن هذا الوشاح يا إخوان، هذا وشاح دوما، بتقاتل دوما بنزل لك. خلونا إحنا قبل ما نشرب دم كوكوشيبو نشتري الشعر. طبعا كيف تشتروا يا اخوان الكوتات والوشاح والحكي هذا كامل؟ تشتروا من هون عن طريق المتصفح، تفوتوا تمام، تبحثوا عن الماء، في اشي اسمه ستور، في اشي اسمه أباوت، شايفين ستور من هون. فانا راح انزل تحت، وين الشعر؟ الشعر 500 روبوكس. طيب خلينا نعمل باي للشعر، راح يعطيني ايتم، هذا متكبس عليه، راح يعطيني جوا اتوقع 20 شعر، هي 20 نيو هير، 20 نوع شعر جديد، اتوقع منهم اكيد يكون دم كوكوشيبو، يعني شعر كوكوشيبو. فنعمل باي، ونعمل باي، المفروض انه اوكي يا اخوان، اشترينا 20 شعر احنا. خلونا اول شيء نروح على اوكايا اللي احنا فيها صرنا اصلا، فنيجي هون، راح تلقوا على الطريقه اصلا تغيروا شكلكم فيها، اذا مش عاجبه شكله يعني بده يغير شعر بده يغير شيء. الشعر ما بيجي بالانفنتوري اللي بتشتريه انت، ما بيجي بالانفنتوري لانه 20 شعر كثير، فبدك تيجي على هذا المكان هون كستمايزيشن بخليك تغير كل شكلك، بس بالمقابل بدك تدفع له 1000 ين. فبنروح لصديقي العزيز الغالي نشحن منه، نيجي زي هيك عنده، نكتب له هات دقيقة شوي 1000 ين، يلا ناولني ناولني. دائما بكل لازم بكل فيديو اشحن مصاري، انا ما بعرفش ليش. اه كفو كفو كفو، ايه علاقة اللعبة، هو اللي شات دروب فريم. استنى ستوب ستوب، ايوه خلص يلا روح. معلش يا اخوان عشان الشحن قليل، فبنضطر انه الواحد يقلتش شوي. خلونا نيجي عليه نشوف الشعر اللي اشتريناه، نحكي معه اي ونت تو تشينج يس، اعطيني اشوف شو بده يطلع لي شعر من هون. 20 نوع شعر، فبدي احاول اشوف شو يطلع لنا حبيبي. حلو، طيب نقرب شوي نشوف الشعر اللي اجانا. ايوه
لا مش تحول اللون يا اخوي، والله انت فاهمني غلط. هير والله على الهير. هذا البار يا اخوان على فكره بجلط. ايوه بس دقيقه هيك يعني ممتاز، كوكوشيبو منور. طيب انا كيف بدي لحظه حلو خلينا نشوف انواع الشعر اللي اجتنا. هذا وهذا اجانا جديد، هذا جديد زي حاضر فيلم رعب. هذا ابصر كيف شكله، هذا من اول موجود، هذا من اول موجود. انا طبعا بطلت اميز اقسم بالله. طيب وين الشعر كوكوشيبو؟ اهم شيء شعر احنا داخلين بس عشان شعر كوكوشيبو، اشترينا 20 شعر مشان ناخذ شعر واحد، فاذا بطلع مش موجود راح اشتكي على روبلوكس كامله. طيب كمل. اه مين هذا؟ جوجو دراغون بول قلبينا هون. وين شعر كوكوشيبو؟ وين شعر؟ ايش دقيقة، هذا ايش هذا؟ ما اظن شعر كوكوشيبو، هذا مش هيك بيجي شكله انه. طيب اروح امشي شوي. ايه رينجيكو والله يا اخوان، شايفينه؟ شعر رينجيكو. ما علينا، كمل حبيبي كمل. هذا هشرة الحب، هذا هشرة الشعر ابيض عرفته بيشبه ساسكي. طيب كمل. اوف مطول شعره، دقيقة ايش الشعر هذا؟ انا ما بقدر الف الشخصية لورا، ما بقدر. على كل حال خلينا نكمل، احنا بدنا نوصل للإشي اللي بفيدنا. شعر كوكوشيبو وين؟ لقيته يا اخوان، رقم الشعر 60 كان، نعمل فينش. وهيك الشعر صار عن جد يا اخوان، الشعر كثير فخم، يعني بيستاهل 500 روبوكس. طلع الطول، لا ولا بلاش الكلمة هذيك، للأرض يا اخوان الطول. جد رهيب كثير فخم. فهسا تعلمنا كيف نحن نغير شخصيتنا، فنروح هسا نجيب الكلاي تبع البوق مشان نطور التنفس، مشان قتال الأقمار ما يكون بيض، لأنه راح يدعس جوا كالعادة. أنا وين ما بروح بدعس، مش إشي جديد علي يعني بعرف. قبل ما نكمل عند البوق، خلونا نشرب دم كوكوشيبو. إكويب أكس نشرب. الشعر مرتب. عجب الشعر لمحمد. والله صار إشي فخم. فزي ما حكينا، شو يا قمر. شو يا قمر، ولك انت شمسي. الشت الغزل، انا استحيت اخوان. خلونا نشرب دم كوكوشيبو، نكبس عليه زي كده، اشرب الدم. شو اللي صار؟ ما صار اشي هسه، خلوني ارست. طيب شو اللي صار بعد ما شربنا دم كوكوشيبو؟ اشوف الوجه. هولي شيت بويز، هولي شيت العيون. والله اشي اسطوري يا اخوان، إشي فخم جد. يعني الشعر والتنفس والعيون هيك تحولنا للقمر الأول بشكل كامل. ظل علينا نخلص التنفس لليفل 10 وبعدين نهجم على الأقمار العليا. عدنا لكم من جديد، رجعت لك محمد اسمه هيك، بس رجعت لك كوكوشيبو رسمي هسه. هسه رجعت كوكوشيبو رسمي قدامك، لا تقول لي دوما ولا تقول لي هشرة. طيب كلوز 20% عادي. ول 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 ول. اشي فخم. هون المكان اللي بيبيه لحمة، طبعا مش عارف شو دخل زورو وشو دخل البيتس بالموضوع، بس مش مشكلة نيجي نحكي مع هذا هون، نحكي معه. طبعا احنا بأوكايا، اللي ما بيعرف احنا بجزيرة أوكايا فيليج. I want to buy supplies. السبلايز اللي هي المعدات او الاكل او الاشي زي هيك، يعني اشياء اضافية لك. عندك بريد ب20 ين اللي هو الخبز، ميت ب100 ين، وعندك بريميوم ميت لحمة مخصصة أو سبيشال، يعني انت بتعرفوا احنا من جماعة الهاي مليان مصاري معنا، 500 ين، فنحن نشتري ميت ب100. عرفتوا كيف؟ هافا جود. طب يا باي دروب فريم، هافا جود دي، شكرا لك. نيجي على الميت هون، رح نلقى انه هون صار عندنا 10 لحمات. تمام. طيب هي ب100 ين، انا معاي 600. يا زورو حل عني، زورو جد حل عني، جي علي انا. خلاص يا رجل خلاص. ايوه طيب ويلكم تو ذا ابصر مين، اي وانت تو باي سبلايز. نرجع ناخذنا 100 لحمه، ناخذنا 100 ين، نفوت على الانفنتوري قديش. يعني هسه الخمس لحمات ب 100 ين، كل خمس لحمات عندك ب 100 ين، انا بدي تقريبا 100 لحمه، فبدي يروح لي اقل شيء 1000. شو 1000؟ اوكي وصلنا. فبدي انتبه انا هسه من الشجر هذا الزهري، لانه بديش ارجع اي من اخر الدنيا، فراح احاول ادخل بسرعه جوا الجزيرة مشان الكلاي اللي جوا. يا رب الاقي طريق كويس، لانه انا حاسس اني راح ادعس، صرت داخل 24 مرة على الجزيرة وبدعس. خليني سريع
سريع. بس 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 دقيقة، دمي 30. أي حركة راح أدعس أنا. استنى شوي، استنى شوي، اطلع فوق. حلو، دخلنا، دخلنا، ممتاز ممتاز، دخلنا أخيرا أخيرا. أعرف كيف ندخل. طبعا دم لازم يكون 100 عشان أدخل أنا هون. طيب في شجر حوالي، صرت أتلمس أنا يا أخوان. شوفي ليش هيك الجزيرة هاي. طيب من هون، من هون هيك نكمل دغري. يا رب نموت من الشجرة هاي. بس داش داش بسرعة، داش بسرعة. حلو، دخلنا من هون، بنشتري الكلي. طيب ارمي لي يا محمد، ارمي لي، إذا اشتريته. حلو، رمالية، خلنا نستخدم الكلي. الكلي موجود هون، اكويب على الأكس، على الأكس. حلو، أنا هيك راح أخلي هي ليفل التنفس عندي 5، راح أطور ليفل التنفس 10 يا إخوان، لأنه أقل من 10 ما بزبط، بيكون التنفس معك ما بخلص تقريبا، بعبي بسرعة وبطول كثير ليخلص. فبتستخدم كومبو كثير حلو، والأحلى من هيك إنه السيف بضل ضاوي. صحة وعافية. شو أنا عم بشرب؟ بنفخ يا أخوي، بنفخ أنا. فلازم نطور التنفس يا إخوان، ضروري كثير 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 قبل ما نبدأ القتال مع الأقمار. خلونا هسا ننهي الفيديو بقتال بين الشمس والقمر، ولتبدأ المعركة. دقيقة، قرب عليه، حركة جديدة حلوة. تمام تمام، حلوين حلوين. قوم قوم، نقول لك قوم. التقطيع بسبب الشحن يا إخوان مش أكثر. نحاول نصيبه بهاي الحركة. استنى استنى، عبي تنفس. هاي 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 هاي، ما جتش فيه. طولي الشيت، هو راح يحاول يمسكني بالدائرة، بس أنا راح أحاول أضل بعيد. هاي ضربة من بعيدة كلها حلوة، بعيد بعيد أنا عنه، بعيد بعيد. ثواني ثواني، تعال تعال تعال، داش. هربت هربت منها ولك، هربت. طيب ماشي، قرب عليه بس أصيده بوحدي. هاي أيوة، أكلها. تعال هاي، لا تنفس يا الله، خاني التنفس، خاني التنفس يا إخوان. هذا ضرر إنه الواحد ما يكون تنفس تبعه 10، هذا الضرر. أنا لفلت ليفل 6 ووقفت عشان ألفله بعدين، بس مش مشكلة. شو رح أسوي فيه؟ خذ هاي، ما أكلها. هولي شيت، أكلتها أنا مرة. طيب عادي 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 عادي، عبي تنفس صغير وتعال تعال اللي جاي، تعال اللي جاي. يا الله راحت علي الضربة، شكلي بخسر الفايت، شكلي بخسر الفايت. الرقصة هاي خليها، أرقصها بعيد عني ولا ها. بس لو أمسكه بحركة أنا، استن واحد، بس استن واحد، استن واحد ممكن يكفيني. بس لا 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 عم دير برو. لسه لسه في أمل، في دمي، أمي 12. والله خسرت المعركة، والله إني فاشل، والله العظيم إني فاشل. شو الفايت هذا التعبان، مش عارف أتحكم بإشي، مش عارف ألعب تنفس القمر أبداً. فما بالكو إذا واجهت الأقمار العليا، شو حيصير فيني؟ طبعاً اللاج، أيوة لا، ها استوب اللعبة يا إخوان، هذا مش مش فايت أصلاً، انسوا الفايت، الفايت دربة على الآخر. كفو كفو عليك، كفو عليك يا حمودي. خلص ننهي المقطع يا إخوان لهون، لا تنسوا بالقناة على اليوتيوب ولايك الفيديو، واستنوني بقتال الأقمار العليا. سلام.